هيا جهز اوراقك ومتطلباتك. لحظة ابو علي، بسرعة. لا تستعجلني يا ابو علي، لحظة. اين هي؟ فتش جيدا. ها ها هذه. لا بسرعة. لحظة ابو علي. ها لا، اين هي؟ ها 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 هي، وجدتها وجدتها. هيا 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 هي. ها هذا صح. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. الله اهلا وسهلا. امر الخدمه. ما يمر عليك ظالم. في الحقيقه جئنا نشتري بعض المبيدات الحشريه. حاضر وشرفتم. سائل ام جاف ام حبيبات؟ بصراحه نحن مزارعان جديدان ولا نعرف حول هذه الامور، وارجو ان يتسع صدرك لبعض اسئلتنا واستفساراتنا. حاضر بسيطه. ما هي الآفات التي تريدون لها المبيدات؟ أو بالأحرى ما هي نوع المنتجات الزراعية حتى نعطيكم الشيء المناسب؟ بصراحة زارني صديق في مزرعتي ونصحني باستخدام المبيدات، وحتى لا يحرج أبو محمد ادعى أنه يعرف كل شيء ولم يسأل قريبه الذي يعمل في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. أبو علي، أبو علي ما بك يا أبو علي؟ لا إذا نبدأ من الأول، وإن شاء الله لا تخيب نظرة قريبك بك. استخدام المبيدات الزراعية لها علاقة بثلاث عوامل رئيسية. ما هي؟ أولا صورة مستحضر المبيد. ثانيا مكان معيشة الآفة المستهدفة. ثالثا مدى توفر الآلات والأدوات التي تساعد على استخدام هذه المبيدات. نعم. وطبعا حجم المزرعة أو الحقل له علاقة باتباع طريقة مناسبة. هذا جميل جدا، ولكن يا أخي الفاضل كيف نعرف أي طريقة سنستخدم؟ نعم كيف نعرف؟ إذا كانت المزروعات هي محاصيل حقلية أو خضروات، فيتراوح حجم المحلول المناسب بين 100 إلى 150 لترا للدنو. أما إذا كانت أشجار فيتراوح حجم المحلول المناسب بين 400 إلى 600 لتر للدنو. يتم أحيانا خلط مستحضر المبيد بمعدل منتظم مع ماء الري ليتخلل التربة ويكافح الآفات التي تعيش فوق سطحها أو تحتها. ويمكن أيضا إضافة المحلول إلى مستودعات أو خزانات الماء مع الانتباه إلى معدل نسبة الماء إلى المبيد. ونستخدم الرشاشات الظهرية ذات البشابير الهيدروليكية، وحجم المحلول فيها هي 5 إلى 75 لتر في الدنو، وهي مناسبة لمكافحة الآفات في الزراعات المحمية. وهناك الرش بالحجم الصغير، ويكون حجم المحلول من 10 إلى 15 لتر للدنو، حيث يتم تجزيء سائل الري بواسطة رشاشات خاصة لها قطرات صغيرة جدا. أحيانا لنتجنب الإصابة بالآفات الزراعية بعد الزراعة أو عند نقل الشتلات، يتم غمر البذور أو الشتلات في محاليل المبيدات المناسبة ولا تزرع إلا بعد جفافها. يتم أحيانا خلط مستحضر المبيد بمعدل منتظم مع ماء الري. هناك كثير من المبيدات التي نستخدمها لمكافحة الآفات الزراعية، حيث أن الآفات موجودة في كل مكان، منها ما هو تحت سطح التربة، ومنها ما هو فوق سطح التربة، ومنها ما هو موجود على الأوراق وعلى أغصان الأشجار وعلى أغصان النباتات والمزروعات. والآن يجب علينا تحديد نوع الآفة. حدد آفتك يا أبو محمد، يلا حدد الآفة. آفتي أنت أبو علي. أفا عليك أبو علي، ما بك يا أبو علي؟ شكرا شكرا جزيلا يا أخي العزيز، شكرا. أعطيه الورقة، ورقة الطلبات بسرعة. لحظة أبو علي، لماذا تستعجل؟ الورقة أبو علي، ما بك أبو علي؟ لحظة تفضل.
هو قال لي نعم. هل هذا هو الطلب؟ نعم هذا هو الطلب.